ذهبت للعمرة في رمضان فأحرمت من ميقات ذي الحليفة في المدينة النبوية مع أخيها، وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتها الدورة الشهرية فمكثت خارج المسجد وواصل أخوها العمرة. تقول: وعندما انتهى سافرنا وغادرنا مكة إلى بلادنا، علما بأنني لم أفعل شيئا من أعمال العمرة. ماذا أفعل الآن؟ هل أنا على الإحرام؟ وهل يجب علي الذهاب فورا إلى مكة لقضاء هذه العمرة؟ أفيدوني مأجوري. نعم، هي الآن ما زالت على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، وعليها أن تذهب الآن فورا إلى مكة فتقضي عمرتها. والواجب على الإنسان أن لا يؤخر السؤال سؤال أهل العلم، لأنه إذا أخر كلما أخر السؤال ازداد إثما، لقوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى هذه المرأة الآن، بقيت هذه المدة لم تسأل عن حالها، مع أنها قد تكون ذات زوج وزوجها يجامعها وهي محرمة، وهذا شيء خطير. فالواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يفعل، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك فالواجب المبادرة بالسؤال. نعم.